النقطة الرئيسية التي وقع الاتفاق عليها متعلقة بالنظام بالقانون الأساسي للسادة المدرسين بالتعليم الأساسي، فقد كانت هناك بعض يعني الجوانب التقنية والفنية والقانونية التي عطلت هذا صدور هذا القانون الأساسي الذي هو مهم جدا بالنسبة للتعليم الأساسي، وقع تجاوزها والآن سيصدر القانون الأساسي في القريب العاجل والذي تترتب عليه مجموعة من الترقيات بالنسبة للسادة المعلمين، وضمن الاتفاقيات يعني صرف ما يتعلق بتلك الترقيات من الناحية المالية. هناك اتفاقيات، هناك مستويات أخرى تتعلق بمنح